شو صاير معك؟ رحت لعند كرم. رح تفهميني لما رح أقلك إنه يعني رغم كل شي صار ما مستوعب إنه أقرب حدا إلي بحياتي يعني ما يكون موجود بكرة. شو هالدنيا هي؟ فجأة بتنقلب بصيروا رجليا فوق ورأسها تحت. وشو قال لك؟ ما حكينا. أصلاً أنا ما كان بدي روح لعنده بس ما لقيت حالي غير جنب بيته. بس ما عرفت شو بدي أقول له. ما عرفت. لفيت ورجعت. ما حكيته ولا شفته. معك حق تقول إنه الحياة غريبة والناس بتتغير. مزبوط. بس أنا محلك ببعت له مسج. هلأ ابعت له مسج وقل له كل شي بقلبك، كل شي عم بتحس فيه وعم بتفكر فيه اكتب له إياه. وبعرف إنه كرم غلطان كتير معك، بعرف هيدا الموضوع، بس برأيي ما تحط كل الحق عليه لأنه في طرف تالت، والطرف التالت هو مرة، والمرة بس تحط براسها بتخرب. بس أنت وكرم يعني علاقتكم مش علاقة سنة وسنتين وثلاثة، علاقة سنين. أنا اللي بعرف قد أصحاب أنتو أكتر من الأخوة يعني، والأخوة بس يتخانقوا بيرجعوا بيتصالحوا. فما بقى تزعل وتعصب حالك وتنقهر لأنه بكرة بتشوف علاقة حترجع تزبط أنت وياه. بدي هيك بس تروق بليز كرمالك. اوكي؟ آسف كتير عليهم. مطمئن.